رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أعرف صديقا لي أنجب مولودا بولادة عسرة، طبعا سحب الجنين من رحم الأم بآلة تستخدم في الولادة العسرة. حينما وضع الجهاز على رأسه وسحب أصيب دماغه بخلل، فصار هذا الطفل الصغير كلما مضى وقت قليل انتفض. فسأل صديقي أول طبيب، قال له هذا إصابة بالدماغ، لا بد من أن يكون هذا الطفل أعمى أو أبلها أو مشلولا. قلنا هذا طبيب حديث عهد بالعلم، سألنا أعلى طبيب أطفال في دمشق، فقال الكلام نفسه، ما أضاف ولا نقص. سألنا طبيبا ثالثا، طبيبا رابعا، طبيبا خامسا، أدخل مستشفى الأطفال، هذا الكلام ما تغير، لأن الاختلاجات أساسها إصابة الدماغ، وهذه وإصابة الدماغ لا تبرأ لأن الخلية العصبية لا تنمو. قاعدة، لو أن الأعصاب تنمو لمات الإنسان ألما. من رحمة الله بالإنسان أن أعصابه لا تنمو. فالأطباء جميعا أجمعوا على أن هذا المولود لا بد من أن يكبر أبلها أو مشلولا أو أعمى أو أعمى. وصدقوني أن أباه كان يتمنى أن يموت، لأن موت الطفل الصغير أهون بكثير من أن يكبر على هذه الحالة. ثم أخذ إلى طبيب، هذا الطبيب على شأن الإيمان قال لعل الله يشفي، أجرى تخطيط للدماغ وأعطى دواء، وما هي إلا ستة أشهر حتى عاد الطفل كطفل سوي لا شيء يعني يقلق في صحته. والآن عمره 12 سنة ويتحرك ويلعب ومتفوق في دراسته، والحمد لله رب العالمين.